وكبت التطورات السياسية ثارت بألمها وبفكرة رفضت تكون صحفية تابعة لزعيم بلشت بتحضير الثورة من 2011 ب17 تشرين -20 قلبت الطاولة ونزلت على الأرض واليوم قررت تقول كلمتها وتنزل على المعركة السياسية بالانتخابات النيابية 2022 عن المقعد المروني ببعبدا خلونا نستضيف أمل أبو فرحات مبارك ويلي هي مستشارة موارد بشرية أهلا وسهلا فيكي ببرنامجك أولا أمل أبو فرحات مبارك مرسي كتير على استضافتك لألنا ببيتك أهلا وسهلا فيكم باسمي وباسم تي في سبنتين يو أول شيء رولز البرنامج نتعرف شوي على حياتك الطفولية تنرجع نفوت بقسم السياسة خبرينا شوي عن قبل أبو فرحات الطفلة وين ربيت عائلتها من شو مكونة ودراساتك أمل أبو فرحات ربيت بمنطقة المتن بضبيه أنا أصلا من المتين بس بيتنا كان بضبي عائلتي مكونة من خمس بنات وأم وبي نحن ما عنا شباب بالعائلة دراستي يعني انا قررت اعمل صحافه بالجامعه اللبنانيه بأي مدرسه كنت؟ كنت بسان فرح باب اليسوعيه رحبت اليسوعيه فرح باب بعدين خلصت وقررت اعمل صحافه طبعا كنت الجامعه اللبنانيه اقوى حدا ممكن يعلم صحافه عندي صح. اساتذه زي أه هلا بيشتغلوا وبعضهم معروفين يعني بعضهم موجودين أه تلمذت على يعني آه، بعدين آه، 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 قررت فوت صحافي سياسي شو اللي خليك توصلي لتاخدي قرار انك تفوتي بالصحافه؟ هل نشأتك بالحرب اللبنانيه هي اللي شجعتك او البيئه اللي كنت ساكنه فيها هي اللي خلتك تفوتي للصحافه او تختار الصحافه؟ لا شك انه البيئه اللي انا كنت فيها مخلوطه مع آآ آآ شخصيتي الثورجيه خلتني صور على الظلم وعلى حدا بده يحكي باسمي وانا ما بدي يحكي باسمي مين انت تتحكي باسمي يعني حدا من الاحزاب تبع الحرب يعني يعني الثوره هي... بلشت معك من انت وصغيره طبعا انا عندي يعني عندي طبع بيرفض الظلم <applause> وما بسكت لا بدي اعبر عن رايي فالصحافه <applause> كانت وسيله وطبعا انا تلمذت على ايدين اساتذه ودكاتره كبار بالجامعة اللبنانية وهالشي ساعدني حتى قلمي ياذي <applause> الناس اللي بيحسوا حالهم في مسله تحت باطن <applause> فهيك اه توجهت دغري من اول سنه بالصحافه للسياسه يعني كان في تشجيع من اهلك لهيدا الموضوع؟ اه طبعا كان في تشجيع انا بيي بيكتب شعر <applause> وعنا يعني مكتبات بالبيت كتب 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 كله كتب عايشين مع الكتب يعني انشات مع الكتب بس اه طبعا كان في خوف من امي انه لوين عم بتدبي حالك يعني انه انه هيدا الشيء بخوف انه قاعده فزي على الطرقات بايام الحرب الاهليه آه، عملت اول مقابله انا كنت على ح... على كان يسموها خطوط التماس كنت رحت بأزيفة يعني ما كنا عارفين فجاه بلش يعني روح الثوره ربيت معك من انت وصغيره 100% وبعرف انه حضرتك بتكوني اختها للممثل النجم ندى ابو فرحات يلي هي كمان بتشبهوا بعضكم بهيدي الثوره صح آه آه قديش هالبيئة ساعدتك لتفوتي بالصحافة؟ كثير دفشتني يعني أنعتني أكثر تما أتردد وأعمل صحافة. مم. أنا كنت قاعدة بمنطقة محاطة بسكنات ميليشيا، مم. خمس سكنات. طبعاً بجيلي أنا خمس بنات ما في عندهم شاب بالبيت خي يعني مم. محاطين بخمس سكنات ميليشيا يعني ما راح خبر شو الميليشيا يعني ضايعين الشباب الضايعين خبريني شوي دام عم تحكي على الميليشيا خبريني شوي عن الحرب اللبنانيه وين كنت اي باي ل... منطقه كنت بتضيع اول ما بلشت الحرب نحن كنا ساكنين بدبي سنه 82 نقلنا على ادونيس للاسف يعني بعد ثلاثة اشهر من ما نقلنا آه تم اغتيال بشير جميل م -م. انا كنت عم بنشا يعني بهي الفتره عمري كان بال14 15 سنه ما بتذكر وبلش اعمل رابط بين شو عم بيصير وشو بدي اعمل انا تغير اللي م. عم بيصير لانه اكيد ما كان عاجبني اللي عم بيصير هل كنت بوقتها تنتمي لشي حزب معين ولا لا؟ بالنسبه لي اذا كنت بدك تموت بمرض الجهل بتنتمي لحزب <متحدث> انا ولا بحياتي انتميت لحزب وما حدا بيقدر يمسكني مع انه بوقتها وبالبيئه اللي حضرتك عايشه فيها كنت عايشه ببيئه واللي كنا عم نحكي تحت الهواء انك بتقدري كتير رئيس جمهوريه فخامته بشير الجميل الله يرحمه الله يرحمه صح <متحدث> آه... بقدره لسبب واحد بصراحه انه غلط واعترف انه غلط كل <متحدث> قائد عظيم بده يوصل بده يعترف انه عم بغلط نحن <متحدث> انسان اخر شيء ما في ما يغلط الانسان لانه عم يشتغل يعني عم بيغلط <applause> مش لاي سبب تاني مش لانه قوات لبنانيه او حزب كتائب او لا 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 يعني بوقته لانه عنده كاريزم دو ليدرشيب <تصفيق> <تصفيق> هي از ليدر اعترف انه غلط واليوم بدي ابني وطن بس للاسف تم اغتياله هلا البيئه اللي انت عايشه فيها كنت يا يا كتائب يا قوات بالوقت مية 100% ما اثرت عليك ما ضغطت عليك سلبيا بي... <applause> اثرت سلبيا بشو ضغطت عليك سلبيا آه هددتي آه ايه تعرضتي انا, أنا وعم بدرس صحافه تهددت كتير لانه كنت انتقدهم بمقالاتي اكيد انا كنت اشتغل انا وبالجامعه واشتغل بلبنان الحر اذاعه لبنان الحر ورجعت نقلتي على تلفزيون لبنان صحيح ايه طيب ليش يعني اكيد تهددت انا كنت انا كنت عايشه باذاعه للقوات القوات اللبنانيه يعني كنت تنتقديهم تنتقديهم بقلب الاذاعه؟ انا كنت محرره محرره اخبار بعدين زعت اخبار انتقدهم بين بعض بس ما يكون عندي راي لان ما عندي مثلا توك شو او راي او برنامج بس كنت انتقدهم ويقولوا لي اني ما رح طايني هون انت يعني مش رح تضايني قد ايش اشتغلت اربع سنين اربع سنين كنت توفى اكيد طبعا الشيخ بشير طبعًا يعني اشتغلتي كان سمير جعجع هو المستلم الاذاعه 100% كان انه في مدير للاذاعه بس كان ايام القوات بعزه قوات لبنانية بعزة صار في مثل هيمنة على كلمتك على قرارك على ليك مش أنا لحالي كل يلي مش معهم كان في ضغط عليهم بس كانوا عم يشتغلوا ناس موظفه مش كلها مع القوات يعني كيف كنت كيف كنت تنتقديهم باي طريقه؟ هلا انا بس تخرجت من الجامعه المقال تبع الدبلوم تبعي بالجريده اسمه كان استسلام حتما حالات حتما يعني طبعا فاستسلام حتما كان بيكفي يعني تيتر لحتى يفتح العيون علي وبلش الانتقاد بس خلصت الجامعه ضيعت سنه مش اكثر بعدين بس بهيدا الوقت يعني بوقت الحرب كانوا تقريبا القوات هن والكتائب مستلمين المناطق الشرقيه، يعني في ناس تابعه لهم تعتبرون انه هو الخلاص هن الخلاص وهني بيقولوا هن المقاومه المسيحيه اللي دافعت عن ال... عن المسيحيه ب... بهيدا الوقت بالحرب ولولا منهم حسب ما هن بيقولوا لولا منهم ما كان في مسيحي بلبنان عن شو اللي خلاكي كان تنتقديهم؟ هيدي الشريحه الكبيره طيب انا ما بحب احكي طوائف ومذاهب انا م. مسيحيه بس انا ما وكلتهم إيه يعملوا حرب باسمي وفي مثل كثير هن مفكرين هيك عاشوا بهيدا الوهم وعيشوا كل التابعين لالهم بهيدا الوهم طيب ليش ما تركت المناطق المسيحيه ورحت عشت بغير منطقه؟ لو كنت قادره ماديا او اهلي قادرين ماديا كان هيدا طلبي لاهلي بصراحه بس ما كنا قادرين نبيع بيتنا ونشتغل محل، <applause> نحن خمس اولاد وبيي وامي من طبقه متوسطه يعني متوسطه يعني عم يتعبوا ليعلمونا لي... مش اولويه نغير بيتنا طالما انه ما انضرب بالحرب، بتعرف أولويات الحرب انه من انقصف من عرفت شو قصدي؟ كان عندك مشكله مع القوات كحزب ولكن عندك مشكله مع كل الاحزاب بوقتها؟ كل الاحزاب نو اه كل تم الاحزاب تمام. لا خلينا نكون واضحين كل عمري عندي مشكلة مع كل الأحزاب اللبنانية وبعدني لهلا وهلا أكثر لأنه مبنية على طوائف يعني أنت بلشتي بالثورة من ال 75 إيه إذا بدك وقتها بلشت أوعى الحياة بلشت الثورة بعقلي يعني أنا حدا ما بيسكت على الغلط وبالنسبة لإلي ما بوكل حدا إذا ما بوثق فيه يحكي باسمي طبعا انا من الناس اللي انتخبوا مجتمع مدني هيديك الدوره واللي قبله واللي قبله يعني حدا منه تابع لحزب من قبل وقبل مهم. مرة بعترف اني انتخبت حدا يتابع لحزب بس وقت أجل سنين او اربع سنين كان في انتخابات فينا نعرف مين؟ ايه مهم. انا بنتخب بعبدة انتخبت نواب العونيه الا اه هون وغريوس بفتكر كان آه، تاني دورة آه، بال 2018 وقتها صار في انتخابات التقيت بمسيو بالألم الانتخابي م -م. قلت له جاي حاسبك ما عارف عن شو عم بحكي طبعا لانه بالنسبة لهم كل اوكي كل عالم بحبونا ومش مزبوط وهيك صار حسبته ندمت للانتخابات اكيد يوم. اكيد ندمت لاني انتخبت العونية اكيد هلا هل... بعترف على راس السطح <applause> هلا ب... آه، تركتي تلي... تركتي لبنان الحر نقلتي على تلفزيون لبنان صحيح نقلتي من من مطرح كنت الوزر. ريبورتر باي سنه كانت نقلتك على تلفزيون لبنان؟ أه... ما بعرف اذا 89 90 89 90 بعز حرب التحرير والايران صحيح 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 أه... شوي مش كثير لانه اول شيء كنا رح ننص انا كنت رح انصاب والكاميرامان اللي كان معي قال لي انا ما بطلع معي انه انا متهوره كنت كنت ريبورتر بتلفزيون لبنان؟ كنت ريبورتر يعني ايه. ايام ميشيل عون كان هو رئيس حكومة انتقالية صحيح الانتقالية نعم, نعم. دونك اه اه متهورة انا كنت متهورة يعني انا حدا متهور بالدفاع عن مبدئي ما هل تفكر هل نقلت من تلفزيون لبنان من من, من لبنان الحر لا تلفزيون لبنان نكيب لبنان الحر او نكيب لا لا انا كنت اللبنينية. انا كنت, كنت بدي اشتغل بدوميني وبوقتها ما كان في ال بي سي كانت بعد عم تطلع عم تطلع صح او واسطه تفوت على ال بي سي مثل كل شيء بلبنان أه كان في زملاء لالي فاتوا أه على ال بي سي فانا قلت اوكي في تيلي إنه نو no. دو تلفزيون وهيك صار قدمت واخذوني ريبورتر دغري بلشت ريبورتر هل كنت محسوبه على الجنرال عون بوقتها تمشان هيك لا لا, لا 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 لا, لا ما كان هو دريان فيي اصلا يعني لا 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 بواسطه مين فتت على لبنان؟ قدمت طلب وكان مدير تحرير رح اتذكر عرفت لك عرفت حجازي؟ نو 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 لا كان في حزميه و ايه عرفت كان كان تحت بيه... ايه لا نو نو بيه... انا كان مركز التلفزيون كان سنت حزمي. اه سنتر ايفوار بسن الفيل مزبوط صح أه, وقتها انا كنت اشتغل به. صح تيلي هلا أه, هو كان ب 14 اذار نسيت شو اسمه بصراحه هلا بتذكر لك كان مدير تحضير شافني قلت له انا مخرجه جمال بني و... وكنت اشتغل بلبنان الحر قال لي تعي بلش يعني هالقد بسيطه القصه يعني آه. رحت انا ووك ان يعني قدمت انا بحياتي ما توظفت بواسطه انت قدت ميشيل عون بوقتها وقتها كان رئيس حكومه ما الانتصالية. لحقت للحقيقه ما انجح شي سنه فيه. سنه وشوي ما لحقت طيب بوقتها كانت سياسه الجنرال آه راضي عنا حضرتك أكيد ولا اكيد لا. لا, ليه؟ كتير هيني واضحه بالنسبه لي صوره بلبنان طيب انا مسيحيه اوكي للاسف يعني انه بدي احكيك دين وطوائف بس انه سليم الحظ شو بيه؟ مم. الله يطول بعمره ليه بدي اوقف بوجهه وعمل حرب؟ ليه بدي واجه آه المواطن اللي بوجهه اللي هو لبناني كمان بالحرب وبال خي قعدوا تحاوروا الا اذا الايجو ضارب والايجو كان ضارب يعني وبعده ضارب للحقيقه مم. كل واحد مفكر حاله وين عندن عقده نقص <متحدث> دونك كان في عندي بالمقابل ناس بقدر يتحورن وياهم المفروض بحرب حرب اهليه يعني حرب العونية والقوات شو بتسميها؟ حرب بوني ولا بياس دو تياتر إنه... حفلة الغاء كانت ايه انه ليه؟ ليه انا قرايبي يموت على عيد قرابته كوزانه مثلا؟ ليه؟ انتم بتلفزيون لبنان كنت تحكي هالحكي؟ لا لا انا كنت اعمل روبورتاجاتي وقتها كان الاخضر الابراهيمي عم يعمل مفاوضات لبنان يعني هيدي الفتره اللي اكثر شيء كان فيها ضغط لتوقف الحرب مزبوط الاهليه صح. آه ننزل على آه سبق الخيل كان في كيوسك اجتمعوا فيه كونتينر ونحن وراء ورا, ال... ورا الكياس التراب عرفت وين سبق الخيل صح. على الحدود يعني فهونيك تعرضت انا وحرام الكاميرامان وقتها معي وهيك ووقتها اهلي قالوا لي خلص واقفين لنا صحافه هلا لانه في حرب س... مشان هيك كصحافيه بوقتها مين كنت بتعتبري انه هو الشرعيه؟ انت دهراوي ولا رئيس الحكومه المنطقه الانتقاليه ميشيل عون؟ لا لا الشرعيه بالنسبه لي كل شيء تابع للدوله، يعني ان كان جيش ولا رئيس ولا شو ما كان، دونك بالنسبه لي الميليشيا مش شرعيه. اذا هيدا بيعتبروني بوقتها كنت عونيه يصطفلوا. بس بر... انا شرعيه برايك ميشيل عون كان شرعي ولا كان ميليشياوي؟ اي لا ميليشياوي، لا لا تصرف بوقتة. تصرف ميليشياوي طبعا انه يعني استفيد من الجيش انه انا بالجيش بمؤسسه دوله هيدا حكوميه لحتى اتخانق معه الغي ما بعرف مين ليه بدك تلغي مين انت؟ انه ليه انت ما فيك تلغيني وانا ما فيني الغيك بدنا نقعد مجبورين نحكي مع بعض والا هات لنقسم يا خيي ونرتاح ما حدا لي حدا هي اصلا سميت بل... سميت بالحرب العباسيه ايه exactly. اكزاكتلي يعني انه شو لها طعمه هي الحرب حتى كم. حرب التحرير سميت بالعباسيه طيناتهم طيناتهم شو لها طعمه هالحرب انه انا المسيحي عم خانق المسيحي والمسلم عم بخانق المسلم وحتى الشيعة شيعة سنة سنة يعني هلا سوري رح احكي كثير طوائف لانه هن اللي جزروا بروس العالم هيدا الشيء اللي اسمه غشمنه او جهل هيدا جهل انا بتعاطى مع الانسان كانسان شو الادد فاليو شو الشيء اللي بيعطيه وانا شو بقدر اعطي للوطن لا للسنه ولا للشيعة ولا للمسيحية ولا لا مش برايك يعني مين عطى للوطن بوقتها مش العون ولا سمير جعجع لا هيدا ولا هيدا يعني عطونا المصايب اكيد هيك عطوا ما عطوا شيء ثاني بس تاني. فينا نقول هونيك كان عنده ماس بوبولير يعني شعبيه كثير قويه صح سمير جعجع ان كان لا. من جونية لا وطلوع وميشيل عون كان عنده شعبيه ما تقول شعبي هيك لا كان عنده شعبيه ميشيل عون ليه؟ لانه العالم كانت تعبت من الميليشيا وبدا شيء بيمثل دوله <applause> وهو كان قائد جيش وكان آآ آآ فتره انتقاليه مفروض يكون هلا هو ما اعتبرها انتقاليه اعتبر انه أعتبر هو شرعي ايه بس انه العالم حتى 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 العونيه بيقولوا انه بوقتها كان ميشيل عون هو الشرعي وهدوليك مش الشرعي صراحه يعني. يقولوا شو ما يقولوا ما بهمني رايهم بكل صراحه يعني انا عم بحكيك عن رايي نعم آه ميشيل عون كان بمرحله انتقاليه بس الناس ركضت لهونيك على هيدا الطرف اذا بدك لانه هو كان بيمثل الشرعيه بالمرحله الانتقاليه رئيس جمهوريه نقطه رئيس حكومي, حكومي. نقطه على السطر هاي الهمروجه تبع طلعوا عدوا عملوا خيمه ببعبدا ويلا لطيف كم مره طلعت على ولا مره بصراحه ولا مره <applause> بيني وبينك من هون لهون <applause> من هون لهون انا كنت اطلع صور انا كنت اشتغل بتلي بون بهي الفتره بعدين ده. خلص يعني انا اطلع اعمل ريبورتاج بس انه اطلع اقعد بخيمه اكيد لا <applause> لا ما كنت مقتنعه بكل بساطه <applause> ب <بـ> 13 تشرين وين كنتي؟ ما بدي اتذكر كنت بالبيت وانا عم تابع وما كان في دايما لايف صرت ناطرة اي ساعة بدون يخبرونا مثلا عن ايكسو و انه مات لا في ناس بنعرفهم وبيقربونا واصحابنا واصحاب اهلي و... حسيت انه انا نايمة في كابوس هلا رح اوعى منه بعد شوي من بعدها بفترة قصيرة دخلت على طوعت بالصليب الاحمر كان بعدك بتلفزيون لبنان 13 لا لا, لا. كنت تركت أوكي. من بعدها تطوعت بالصليب الاحمر وتسمعت شو كان في مجازر كان في مجازر ب 13 تشرين يعني. من الشباب يلي سبقوني بالصليب الاحمر وطلعوا لموا وعملوا, وعملوا مين بيتحمل هالمسؤوليه المجازر؟ تنيناتهم سمير جعجع مش عون و 13 تشرين مين بيتحمل مسؤوليتها كمان تنيناتهم؟ لا ميشيل عون بتحمل مسؤوليتها اكيد بس هو بيقول انه هو كان 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 رئيس حكومه شرعي والله؟ ايه رئيس حكومه شرعي بقتل العالم بيتركن بفعل كثير مهم برايك شو كان لازم يعمل؟ يتفاوض يبعدوا عن القتل يبعدوا عن الحروب اللي فيها قتل انه ليه بدنا نضيع 30 سنه من حياتنا قاعدين عم نت... كل شوي نفتح باروده على الثاني هذا اللي صار بالطيوني شو بتسميه؟ انه شو هيدا؟ انه انا لاني يجي الحرب قلت انا اكيد عم يمزحوا برايك اللي صار بالطيوني سامي جعجع مسؤول عنه؟ لا مين المسؤول عنه؟ مسؤول عنه نبيه بري وسمير جعجع وحسن نصر الله وميشيل عون وانفجار أربعة آب مين مسؤول عنه؟ بدك رأيي؟ نعم. إسرائيل وحسن نصر الله اتفاق أكيد وإذا مش اتفاق إجوا أصفوا شوية أسلحة هلا بدهم يعتبروك عميلة إيه عال عال هيني أهين شي عميلة ليه برأيك حسن أنا أنا كنت على الأوتوستراد وسمعت الطيران إنه في حدا يقول لي إني ما سمعته؟ انه اكيد سمعت مش انا لحالي على كل حال في هلا ملف من وزير خارجيه روسيا موجود ايه لمين بدهم يعطيه بعده موجود بالخزنه بتتصور أيه الحقيقه رح تطلع أنونياً مش لازم يأخدو رئيس الجمهوريه لازم يتحول دغري على عند وزير العدل اول شيء وزير الخارجيه بعدين العدل بعدين على القضاء ما لازم يأخدو أنونياً رئيس الجمهوريه لانه القضاء مفصول عن رئاسات الاولى والثانيه والثالثه سلطه لحال سلطه القضائيه سلطه مستقلة، هيدا بالطبيعة، طبعا بلبنان مش مستقلة يعني بس انه بتعرفي اخذنا الحديث ورحنا على قصص سياسية بدنا نحكيهم بالفقرة الثانية، خلينا بس نرجع لك بعد ما تجوزتي آه بعده عندك هالحماس جوزك آه كان سبورت لأليك ولا لا؟ شوف أنا بس تجوزت آه آه كنت عم بشتغل وظيفة دوام كامل، كنت نقلت آه اختصاصي للهيومن ريسورسز موارد بشرية نعم وظيفه يعني دوام كامل وكان عن وجبت طوم صبي وبنت فوقتي كان مليان صاروا شباب صاروا شباب الحمد لله أه وقتي كان مليان بين ولادي وشغلي غبت شوي عن النشاط لمده 10 سنين 12 سنه لكنوا كبروا شوي ولادي يعني كان وقتي لاولادي ولا, آه بيتي, ولا آه بيتي ولا شغلي ما تعطيتي الصحافه أه اكتب أه بس يعني أه على الفيسبوك عندي صفحه اكتب بس انه واعطي رايي طبعا انا عندي راي دائما بكل شيء لانه متابعه متابعه يعني انا بعد بحضر تقشريات بحضر, بحضر اخبار كل يوم كل يوم بعمل لينك يعني شغله بحبها الان اذا حدا بيزعجني انا عم بحضر اخبار بنقول لوحدي على محل ثاني يعني بيفكروني مهووسه بس اي مزبوط لان انا بحب هالشغله أه يعني تعاملك مع اولادك وجهتيهم صوب السياسه انت قررتي لهم شو بدكن تعملوا ولا لا ما اكيد لا مش وجهتهم وجهتهم صوب الوطن أوكي أنا ربيت ولادي تربية ما فيها طايفة ما فيها دين ما كانوا يعرفوا شو دينهم يا حرام عن جد بالثانوية سألوني شو الفرق بين هيدا وهيدا صرت أضحك قلت <applause> أنا كثير قصرت بهالناحية يعني لأن تعلموا بمدرسة لايك <applause> 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 شوي فات انترناشونال سكول سابس هي أوكي سو so أنا نحن قررنا أنا وجوزي يعني نعلمهم مدرسة لايك ما بدي أسمع شيء لا عن مسيحي ولا عن مسلم ولا عن طايفة يعني من ولادي سو so, uh, وجهتن للبنان يعني شافوا انا قديه مغرومه بشيء اسمه لبنان قديه بدي ناضل بس بلشوا يوعوا على 14 سنه تقريبا بلشنا نتناقش انا وياهم بموضوع لبنان وشو المشكله بلبنان والطوائف والى اخره بوقتها آه بلشت حس انه ما بعرف اذا عم بغلط ولا عم زيد عليهم بس بلشت ارجع انزل على الارض من 2013 بلشنا فعليا نصير على الارض كصور بلشوا يعرفوا عن شو عم بحكي ونزلوا معي ويسالوني وكل مره فسرلن عندي بعض صور يعني كان عمرهم صغير ولادي ما كانوا يعرفوا شو مذهبهم لا بالثانويه بالترمينال بعدين قالوا لي شو الفرق بين ماروني وارثوذكس ولا سني ولا شيعي ولا هيك قلت لهم رح شو الفرق بالمعتقدات بمعتقدات بس انا ببيتنا نحن ممنوع نسمع هذا الحكي أه بخلال مقدمة قلت انه بلشتي بالثوره بال2011 كيف بلشتي يا الثوره امم أه وعمين أه على المنظومه كلها من 2011 أه 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 أه. انا ومجموعه من شباب وصبايا يعني سمينا حالنا فيري براود فري ليبانيز من كل جمعيه الاتشاف. ولا مجموعه كانت مجموعه مجموعه, مجموعة. من كل الاطياف آه يعني كل المذاهب والاطياف مم. وبلشنا أول شغل اول شغله عملناها اذا بدك هيك مثيره للجدل آه فتنا قلنا نقتحم تيليبان لانه بالنسبه لنا هيدا مقر للدوله وتلفزيون دونك قلنا بدنا نطلع على التلفزيون ونقول انه نحن ما بدنا اياكم كلكم مع انه بال 2011 كان كل شيء طبيعي بالبلد والناس عم تستفيد وعم مم. تاخد لونز من البنك وكل شيء بس يلي ايش غير وكان في مجموعة قريبة كثير مني وبعدني لهلا يعني كثير قريبة منا. كنا قاشعين غير فاتفقنا وبلشنا. وهيك صار آه لفترة شي سنتين بعدين بلشت تتغرب المجموعة لان طبعا الطبع بيغلب التطبع طبعا. يعني المذهب بيغلب الوطنية. مم. وانا صرت انسحب. انا حدا بيحكيني دين دغري باكس ما يعني ما بدي ناقش بدين. لشو بدي ناقش؟ أنا كيف تناقش بدين؟ انا حرة صلي لربي مثل ما انا بدي لا شو بدي ناقشك يعني هدول بال2011 صاروا مزبوط هلا الثورة الأساسية صارت ب 17 تشرين أه بلشت بال 2015 وقت الزبالة مزبوط صح بلشت إذا مزبوط. بدك شوي شوي هلا أمل اللي وقت نزلت على الأرض كانت ب 17 تشرين أنا على كنت بس 17 تشرين كنت 24 24 رح نحكي عن وجودك بالثورة ب 17 تشرين بس قبل على تشوف تشوفي شو رأي أولادك فيكي خلينا نشوفه بهذا الريبورتاج بنتوقف مع بريك وبنرجع نوصل على ثورة 17 تشرين ومع ضيفتي أمل أبو فرحات مبارك خلوكم معنا مام شخصيتها قوية وما فيها تسكت على الغلط بس هي كمان متعاطفة فإذا صار شيء وحدا عم عم بيغلط معها أو عم بيقول شيء ما بتوافق عليه اول شيء بتعمله بتجي تحط حالها بمحله بتجي بتفهم من هو هو من وين جاي وليه عم بيقول هيدا الشيء او ليه عم بيعمل هيدا الشيء بس بضل عندها مواقفها وبضل عن بضل عندها الفاليوز تبعها صراحه هيدا السؤال شوي غريب لانه امي في جاوب بطريقتين اول شيء لا ما بشجعك تفوت على البرلمان لانه هي امي وبتاريخ لبنان العالم اللي بيشتغلوا بالبرلمان او بيفوتوا بالبرلمان او بيفوتوا بشغل سياسي شوي بيبليك بيحطوا حالهم وعيالهم بالخطر بخطر ومن ثاني ناحيه ايه بشجع امي تفوت على البرلمان مش لانها امي بس لانه بتمثل مواقف وبرامج صور برامج رح تصير فمن هالناحيه اكيد بشجع امي تفوت على البرلمان نرجع مع مرشحتنا عن المقعد الماروني ببعبدا امل ابو فرحات مبارك بدنا نحكي عن الثوره شو اللي خليك تنزلي ب 17 تشرين على الارض ترجمت كل المناضلات من 2011 لل 2019 كانت بالنسبه لي لحظه مومنتوم قوي كثير انا هون ساكنه بالمتن يلي صار انه كنت راجعة من مستشفى عم زور مريض عزيز علي كانت شي عشرة بالليل طبعا دايما بسمع اخبار بيقولوا انه في متظاهرين قدام بناية النهار مم. كنت واحد منهم انا ايه اوكي <applause> قلت انا ليه ما كنت كنت غايبة عن السمع كل النهار لانه بالمستشفى كنت سو so, قلت انا شو, شو شو ليه ليه في مظاهره يعني بدي اعرف اتصلت بحدا بعرفه قلت له يلا رح انزل نزلت بزيت الليله نزلت كانوا بلشوا يظهروا نعم. قمت جيت على مزرعه يشوع ما نمت طبعا مهم. ضليت وياي كل الليل وجيت سكرت مزرعه يشوع انت سكرتي مزرعه 18 عشان. الشهر الساعه 7 الصبح اخذت معي ترمس قهوه وقعدت على الجسر محل ما سكرت الطريق لوحدي؟ لوحدك؟ اجى قال لي واحد مدام بكي شيء قلت له ايه بدي سكر الطريق في عندك شيء دولابين وهيك <applause> صار وبلشوا يجوا رح نعتبره إخبارا 18 صبح طب برايك هل الثوره فشلت او نجحت؟ ليك مسواجي كل حدا بيقول الثوره فشلت بتضحك انه كانه في شيء نجح بلبنان الثوره عرت السياسيين كلهم وهيدا انجاز مين كان بيسترجي يقول نبيه بري من دون ما يقول استاذ مين كان بيقدر يسمي جبران باسيل من دون ما انه برك زعل مين كان بيقدر يقول سمير جعجع من دون ما يفوت الحبس؟ صحيح عرض وكشفت السياسيين بس بموقع تاني في ناس بتعتبر انه الدولار هلا اللي وصل ل ال ألف الثوره مسؤوله عنه كثير قوية هالناس بصراحه مصرياتنا بالبنوك الثوره مسؤوله عنه ما هي صارت الثوره لانه كانت عم تختنق العالم ليه كانت عم تختنق العالم؟ تصاروا؟ ليه او لا؟ برايك لو ما صارت الثورة كنا وصلنا لهالمرحلة؟ هلا كنا رح نوصلها بثورة ولا بلا ثورة؟ مش الثورة علت الدولار لل 24 بس الثورة عجلت الثورة وعت الناس شو عم بصير اليوم انا لو ما في ثورة وصار الدولار ب ألف اوكي بعدهم عم بنظروا كلهم كل يوم على بس ما حدا بيعرف مين سرقنا بالاسم وليش وبالوثائق وكيف غير كم حدا كان متابع مثلا ملف الاتصالات، مثلا ملف شركه الكهرباء، بس مين كان يسمع لهم الناس؟ م. من ال... من الثوار؟ مين؟ ما حدا يا الله هاي بتضل تحكي عن ملف الاتصالات يا خيي ما عم تحكيك شيء عم يسرقوك افهم ما بده يفهم اليوم اذا بتسال واحد انت من اي حزب بيستحي يقول لك اذا كان بمجموعه مجتمعين مثلا بيستحي يقول لك انا لمين تابع لانه اي شخص مثقف بعده تابع لحزب معناتها جاهل ودعان المصريات اللي تعلمهم بالجامعه في هولي حسنات الثوره بس سيئاتها للثوره ما في س... ما سيئات اكيد اكيد عندها سيئات سيئاتها الايجو تبع سيدات ورجال تبع انا مهم. ما بحكي بس رجال مهم. بحكي هالثوار آه الايجو انا بدي بين وانا بدي بين وانا لا انا صاحب هاي المجموعه وهيدا ما عم بتفق معه انا عم بحكيك هيدا الشيء سنتين انا عايشتهم من 2011 مم. هيدا الايجو انه انا لا انا اللي عملته انا يا اخي ما انت وانا مواطنين تنيناتنا اكلينا انت ولا انا شو فرقاني هل... هاي اول سيئه في وحده تاني واكبر شو هي وقتها بيندحشوا بيناتنا بدي احكي كلمه يندحشوا مم. ما في عندي كلمه بتعبر مم. الناس اللي عاملين لي حالهم صور وهن يا القوات بيعطينهم يا العونية يا حزب الله يا نبيه بري وقال أنا سائر بس لحظة شوي في ناس بيعتبروا انه الثورة هي كتائب وقوات عن جد ما فينا نمحي وجود القوات اللبنانية وحزب الكتائب بالثورة هن بلشوا بالثورة وقتها نزلوا كرمال مكب الزبالة ب 2015 صحيح ف هن بيعتبروا بيعتبروا حالهم بدايه الثوره هل انت مع هيدي مع العقيده ولا لا بصراحه وين كانوا قبل الـ 2015 ما كان في زباله بلبنان انتبه انا بحترم الجميع بس بالنسبه لي لا, لا الكتائب بعتبرين حالهم ثوره هن ما ثوره عندن مبادئهم يلي كثير قريبه من الثوار بس انا بالنسبه لي الثولت لانه حزب الكتائب مبني على عائله بس سامي الجميل هو اول من المبادئ الثوره اللي ماشيين عليها هو اول ما اعلن عنها وحتى في ناس بقلب الكتائب تفاجئوا انه سامي جميل عمل عمل فيراج عن طيب سياسته المعتاده اسأل. عظيم انا بدي اسالك لو اخذ حقيبي وزاريه كان عمل ثوره بال2019 و18 معلش انا ما عندي ثقه بحدا انا بحترمه وهو من منطقتي وعندي احترام لثورته الداخليه بالحزب كثير منيح لانه صعب الواحد يعمل ثوره داخليه مم. بس بالنسبه لالي بيشبه كل الاحزاب هلا انتبه العنصر الشبابي عنده طاغي هلا كمان شيء منيح بس بالنسبه لالي مش هو الثوره طيب في حال حضرتك نازله عن مقعد المرونة بعبدة نعم في حال تصلوا فيك الكتائب او القوات اللبنانيه وطلبوا يدعموك شو بيكون موقفك؟ <applause> رح كون دبلوماسية بجوابي أي. صراحة أنا ضد الأحزاب من وقت ما نشأت وخلقت وربيت كيف هلا بدي اتحالف معهم؟ والا ما بكون ثوره. يعني يعني ما رح تنزلي على ليستا فيها قوات لبنانيه لوقتها من لوقتها منشوف بس يعني انا اخر شخص ممكن يتحالف مع الاحزاب بس انت فيتي بمحور بعبدا يلي هو آه تقريبا التيار الوطني الحر عنده مقاعده القوات اللبنانيه عندها مقاعدهم في اثنين لحزب الله كمان في نائب من ضيعه من ضيعتي هلا هو نائب حالي يمكن يرجع يترشح مع القوات تبع للكتله القوات اللبنانيه كيربو عاصي مزبوط آه انا بحترمه كثير بس مش معناته ما فيني يكون آه منافس له رح تنزل اللي تنزل الانترفيو على فرد ليستا مثلا؟ اكيد لا. هيدي باكد لك من هلا. اكيد لا. طيب. انا ما بدي اتحالف مع احزاب مسوجيه. لانه بكون ضد مبادئ، انا مش هي مبادئ. طيب أه وين موقعك بالثوره امل؟ أه هل انت راديكاليه وسطيه؟ أه بتميل لليسار للشيوعية ل... وين, ما... وين, ما... وين, بتصنف حالي أكتر شي بيضحكني بالثورة وقتها بيصنفوا حالهم يساري شيوعي راديكالي ما بشو أنا لبنانية م. من منطقة المتن من قضاء المتن م. اليوم تجوزت على قضاء بعبدا لأنه القانون عنا طائفة م. مجبورة إلى حد ما ترشح على قضاء بعبدا أه ما بميل لولا حدا بميل للانسان وللقيم الانسانيه وبس كل انسان لبناني بالنسبه لي انسان انا مع فصل الدين عن الدوله نعم. مع دوله مدنيه ما بهمني شو دين وشو طيفته رئيس جمهوريه انا بهمني يعطيني حقوقي وحقوق ولادي وحقوق اللبنانيين اللي عايشين بهالبلد انا بهمني رجع المقهورين وانجبروا يفلوا بهمني اعمل وطن حديث بيتماشى مع العصر مش معقول بال 2022 ما عنا كهرباء مش معقول ما عنا وسيله تنقل من الشمال لجنوب ليه؟ ليه؟ هالقد صعبه؟ السكك موجودين ليه؟ امل عندك امل بدخول البرلمان مع هالحيط هالحيطين يلي 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 حواليك ومستلمين البلد؟ ليك انا ولا مره فقدت الامل بحياتي، انا حدا كثير متفائل مم. ومؤمنه انه اذا بتسعى للشغله بدك تصلّى بس اذا بتقعد بتصلي لا بس من دون ما تسعى لا لا ما رح توصل شو موقفك من سلاح حزب الله؟ بعترف لك وبعترف لكل لك الناس اللي بدهم يتسمعوا لي انه انا لحديت سنه ال 2011 نو no, لا 2009 يعني بس بلش يتحرك الحزب باستراتيجيات انه يظهر برات لبنان م. أه بلشت اسال حالي اسئله كثير لان بوقتها بالنسبه لالي أه الـ 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 النفسيه القياديه عند أه سيد حسن كنت أقول انا طيب ليه ما في يكون رئيس الجمهوريه هالقد عنده كاريزم ومقاوم ويواجه من هالنكوتي كنت اخذها مم. وبالنسبه لي اذا جنوبي محتل معناته انا مقاومه شو ما بدك تسميني سميني, سميني؟ ممنوع حدا يمس شقفة بحصة من من ارضي بس مش انه انا يا لطيف عم دافع عن سلاح حزب الله كنت نو no. فهل برايك سلاح حزب الله آه هو حل للبنان؟ اكيد لا كلنا اللي بنعرفه ما حدا بيقدر يوصل على المجلس النيابي او يصير رئيس جمهوريه الا ما يكون موافق عليه حزب الله مظبوط كيف بتلاقي سلاح حزب الله؟ الواقع القليل هيدا يعني. الواقع صح انا بالنسبه لي وبعترف قدام الكل مثل ما قلت لك أه قبل ما يبلش يتحرك أه الاستراتيجي وسلاح حزب الله لبرات لبنان كنت بعدني عم اقول ايه انا مقاومه يعني انا ما بدي حدا يغتصب لي حبه بحصة او تراب من من بلدي ان كان بالجنوب ولا بالبقاع ولا بي. بس بس بلش حزب الله ساعه بسوريا ساعه باليمن ساعة عنا قرايب بالمكسيك وب آه الارجنتين ما نسمع غير شباب لبنانية تابعين لحزب الله عم بيموتوا لا عم ياخذونا على الحبوسة مم. للتهريب لا بس انه في شيء مش طبيعي يعني هل برايك حزب الله هو ارهابي ولا مقاومه شرعيه لا, لا 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 ما فيك تحط يا هيك يا هيك اولا ما ارهابي بالنسبه لي مقاومه كانت الى رمزيتها ووجودها وضروريتها قبل سنه ال 2000 بعد ال 2000 صار بده يتحول لحزب سياسي وبلش التخبيص حاليا هو شو؟ خلص سلاح غير شرعي نقطة على آخر السطر إذا ما بيعرف يعني بتختلف مع بعض مع بعض الصور يلي بيقولوا إنه هيدا حزب إرهابي يقولوا شو ما يقولوا لأنه أنا أسمي إرهابي بالنسبة لي يعني داعش مش يعني حزب الله م. هلا شو بدك سميها أنت سميها سلاح غير شرعي نقطة على آخر السطر واللي صار بسبعة أيار شو بيسموه؟ أكيد هيدا هون بلش التخبيص طيب اغتيال رفيق الحريري شو بتسميه؟ واغتيال النواب واغتيال لا انتبه ما يشد لا اذا عنا وقت في اغتيال رفيق الحريري ما له علاقه بحزب الله هيدا رايي الشخصي بس في في قرار دولي في محكمه دوليه اقرت انه وات ايفر ات وات ايفر انا عيدي ما رح تتغير برأيك مش حزب الله اللي قتل رفيق الحريري؟ لا 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 اتفاق دولي بأيادي اه يمكن طيب على الحزب أو لا اغتيال رفيق الحريري ما كان واحد قرر بحزب لبناني يغتاله أكيد لا رفيق الحريري صار كتير على كتير دول كبر كتير على كتير دول ممكن في ناس بيقولوا في ناس بيقولوا إيران سوريا وتنفيذ حزب الله على الأرض لا انا بقول لك كلهم مع بعضهم ايران سوريا سعوديه اسرائيل امريكا كله كله داخل طيب مين حط الانفجار اه اوكي قلت لك ايران, بيقل... من إيران لا 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 قلت لك بايدي داخليه بس مين خطط ومين قرر يغتالوا بايدي دفعنا لهم قرشين مش الحال بس انه مين بده يغتالوا مين نيته يغتالوا اكيد مش حزب الله تعتبري المحكمه كانت مسيسه دولية يعني آه، كانت حنك سوري سوري اذا طلعت كلمه بشعه واستنفاذ لانرجي تبعنا ومصرياتنا دفعنا آه. كثير على مشي برايك هل لبنان موقعه الجيوغرافي والديموغرافي والديم... هو نقمه او نعمه؟ ما في كل الاثنين، انا بالنسبه لي نعمه بالنسبه هلا اه لهلا طالما في ناس بيديروا دينيون لدول خارجيه وبيس أو بي أو بي يعني هيك عرفت ينزلوا قدام الدول الخارجيه وما يوقفوا موقف وطني اكيد لبنان نعمه بيصير بيرجع نعمه بس في يصير في رجالات وسيدات دوله بس في يصير في حدا يقول له تاتا انت شو لك علي عفيه شو مصلحتك معي انا كمان عندي مصلحه معك مين ما كان يكون امريكاني سعودي خليجي شو مصلحتك معي بس يصير في يبطل في ناس فقرا لدرجة بيقبضوا خمسين دولار لا سلاح بوجه خيو اللبناني منصير يعني قصدك الشعب الشعب اللبناني بده إعادة تأهيل طبعا الشعب اللبناني ما زال في ناس بدافعوا عن الأحزاب وهن ماتين من الجوع خي شو عم بتدافع؟ أنت يعني أنت مستوعب شو عم تحكي؟ ما أنت مثلي مثلك وقفت بال... بالصف على الترومبا وبعدين وبعدك بتدافع عن الأحزاب ليه؟ شو مفكر يعني انت شو في هون شيء برايك هلأ... مشكله لبنان الحاليه هي من وراء رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا رئيس مجلس النواب او مجتمعين كلهم واضافه الى لهم الاحزاب بدك باي برايوريتي برايوريتي ايه منبلش برئيس مجلس النواب بالنسبه لالي و من 30 سنه لهلا اكيد م -م. كل هالناس ميليشيا يا مسواجيه آه مرابطون وحركه امل ووين كان نبي بري؟ كان قاعد يعني عم دخن سيجار بالسالون، ما كان عم بيش عم بحارب على الطريق. ما حزب الله واحد منهم كمان. كمان حزب الله. الحزيب. كلهم بس عم نحكي ثنائي الشيعي هلا. مم. يعني كلهم ميليشيا كانوا. سمير جعجع، نبيه بري، ميشيل يعني اللي بيشفى فيه انه كان قائد جيش بس خبص بعدين. مم. اوكي؟ مم. مم. والباقي كلهم كانوا وليد جملات كلهم كانوا مين جايين من بدك حرب. مين بعد اسامي مم. رفيق الحريري كان عايش برا مزبوط بس اندفع له لأجى لهون وقال له تاتا لك وقف بزنس تعال اشتغل سياسي بتعتبريه كان شريك شريك بالحرب اللبنانيه رفيق الحريري؟ يعني بس اعرف كان يبعث مصاري للفريق اكزاكتلي <applause> <applause> exactly. كان يبعث مصاري للفريقين طب انه انه ايه شو ما بيكون شريك يعني اكيد عم بولع بلشنا بالتراتبيه، حملت اول شيء مجلس النواب نبيه بري اذا بدك تقسيم بالرؤساء الثلاثه لا. يعني اول شيء مجلس النواب، تاني شيء رئاسه الجمهوريه، تالت شيء الحكومه. ليه؟ لانه مجلس النواب هو اللي بيشرع الاحزاب وين حطيتيهم؟ نو، انت حكيتني عن رؤساء الثلاثه. لا، ورجعت ضفت الاحزاب كلّن كلهم مين بدك؟ بمين يعني انت مع مبدا كلهم يعني كلهم؟ اكيد كلهم يعني كلهم. بتفاوت مسؤوليات اكيد نسبة متفاوته بالمسؤوليات يعني جبران باسيل يا حرام يلي كلهم بيكرهوه هلا شيء و... ونبهبري شيء تاني بمسؤولياته تجاه الحرب او في حل وجدت بالساحة وعم تنادي بالثورة وطلعوا قالوا لا للسلاح لا 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 السلاح حزب الله م. انت مع ولا ضد؟ لا مع د... مع لا للسلاح حزب الله نقطة م. على السطر قلتلك اوكي اكيد طيب هل بتشوفي لبنان افضل انه يكون على الحياد ولا بتفضلي يكون لبنان ذو عربيه هويه عربيه رسميه؟ اول شيء انا بالنسبه لي لبنان نحن بلد مدني ذو وجه عربي وكل حدا بيقول لي نحن اصلنا فينيقي بدك انت مع الدوله المدنيه اكيد فصل الدين عن دوله ودوله مدنيه اكيد بس بس حدا يقول لي نحن اصلنا فيني بصير اضحك انه انه عندنا تعتبر لبنان عنده اه وجه عربي اكيد طبعا اكيد نحن ذو وجه عربي يا مزواجيه المثقفين بالعراق وسوريا وبلبنان من من ايام يعني قبل ما انا اخلق بكثير كلهم طلعوا من هالمجموعات المشرقيه يلي هي لبنان وسوريا والعراق مم. والاردن و يعني اكيد نحن ذو وجه عربي ما بدها يعني ما في جدل اكيد مش اصلنا فيني الفينائيين امتدوا على العراق يعني إنهم يعني في ناس بالوقت إحنا اصلنا فيني عن جد بيضحكوني يعني اي تاريخ بيعرفوا يعني اكيد نحن زواج عربي بس وين انا بالنسبه لي الحياد يعني لا راي م. ما بعرف اذا وصل يعني انا بالنسبه لي ما في شيء اسمه حياد م. الا اذا سميت الحياد وصف لحتى تنتقل لمشروع <applause> بس انا حياد يعني لا راي انا يلي ما عنده راي بالنسبه لي يعني اينا دور إن كولور سان بس بالوقت الحاضر يمكن الحياد مش افضل للبنان لانه هالصراعات الاقليميه كلها عم طيب. عم تصير على ارضنا عصير. لو اخذنا موقف الحياد ما كنا يمكن فتنا بهالمعموعه وما لو كنا اخذنا أك... كلها م... مين لو اخذ مين لو اخذ موقف الحياد مين رؤس الرؤساء الاحزاب، هيدا تابع للسعوديه وهيدا تابع لامريكا وهيدا تابع لمدري وين وهيدا تابع لايران وهي و... كل الاحزاب عندهم انتماءات اذا حياد عن مرجعيات دوليه إيه؟ بقبل كلمه حياد نعم. بس حياد يعني انا بلا راي اكيد لا أوكي. عرفت شو قصدي بكلمه حياد؟ اعطيني أه... اسامي وطنيين لمعوا ب... بل... بلبنان بتاريخ لبنان يعني ما في ما في شك انه رياض الصلح كميل شمعون فؤاد شهاب مع انه كان في معاخذ كثير عليهم بس كانوا ناس يشتغلوا لوطن مش لطائفه المبدا تبعهم وطني رجالات دوله كانوا بالفعل رجالات دوله هلا من بعدهم كان في محاولات كمال جملات ريمو ادي رح اسالك عنهم. ايه انه أن في محاولات بس صار كل واحد يتقوقع يتقوقع لا صار ولا شيء مين برايك بالظرف الحالي بيقدر ينقذ لبنان السيدات انت مفي مع مفي الكوتا النسائيه لا ليه ليه انا بدي احط حالي ب 30% امم انا اكثر من 50% من المجتمع كسيده بعدين فشلوا الرجال أو يلي مسمين حالهم رجال فشلو يعطوا دور للسيدات السيدة امرأة وأم ومعلمة ومربية أكيد فيها تعمل وطن مثل ما بتعمل بيتها وبتنجح فيها تعمل وطن هالقد وطننا بيت كبير بالنسبة لي وهيدا البيت بده تنظيم وترتيب ونفضة وليم... وتربية وليه ما بينعطالها مجال أوسع برأيك؟ لأنه نحن عندنا مجتمع ذكوري؟ اولا نحن عندنا مجتمع ذكوري ثانيا بيخافوا من قدرات السيد لانه يعني بيعرفوا انه عنده قدرات <applause> وانا كتبتها هي مثل مثلا نجيب مئاتي شو حكى من يومين ثلاثه عيب الشوم يعني ما بقى ما كان عندي كلمه انتقدوا فيها معقول انت ما عندك زوجه بنت اخت معقول يحكي بهاللغه السوقيه عن المراه شو يعني مراه مطلقه لا اكسكيوز مي ما بعرف اي كوكب عايش وباي جيل نحن بال 2022 شو يعني امراه مطلقه؟ من شان هيك انواجهت الثوره لتشيل هالافكار اصلا شو هيدا؟ متشيل... قبل ما تشيل شو هيدا؟ من وين جايه؟ شو جاي؟ ليك الاطلاعات عم عم يقرا عن الاستقلال بدل ما تقرا هدول اللي بيحكوا متلك روح اقري شوية تاريخ وتعلم امل ما بينشبع الحكي مني نحن مكملين معك تنحكي عن برنامجك الانتخابي عن مقعد بعبدا. بالانتخابات النيابيه ل2022 بس خلينا نتوقف على ريبورتاج تنشوف اصدقائك شو بيقولوا عن امل ابو فرحات نتوقف مع الريبورتاج ونرجع مع اعلان ونرجع منتابع مع برنامج الانتخابي خليكم معنا اولا اختي تعتبر اعتبرها انا اليوم عم بشتغل مع اكثر من 500 امراه م. اختي وحده من هالنساء اذا هي ملاقيه انه فيها تفوت وتعمل تغيير وتحقق اللي هي بدها تحققه لازم تترشح بعتبرها واحدة من كل هالنساء اللي انا عم اشتغل معهم وبدعمهم للاخر في مثل كثير حلو قالوا رجل بيقول انه عندما يكون الرجل في السياسه يسعى الى السلطه عندما تكون المراه في السياسه تسعى الى التغيير علاقتنا بالرفيقه امل علاقه عمل ثوري ومسار ثوري طويل أه رفيعة أمل من الأصدقاء الصادقين الجريئين بالعمل بالعمل الوطني ضد كل فساد بكل تأكيد بدعم ترشيحها لأنها صاحبة مسار طويل بالعمل الثوري وأثبتت جدارتها ومكانتها على الأرض أمل ما بدها توجيه رسالة أمل هي أكفأ والأجدر وصاحبة قرار جريء ولا تعود عمل إلى مرجعية تعود إلى شخصها وعملها وحسها الوطن أمل بفرحات شخص كثير مميز شخص وطني بامتياز أكيد بشجعها أنا أنه تترشح اللي مثلها ضروري أنه نترشحوا لأن ضروري نحن بالمعارضة نقدم بديل كثير مرتب عن المنظومة وابدا ما بلشت بكير ضروري هلا نحن نكون كلنا بلشنا نحضر لوائحنا أمل من الأشخاص الكثير غيورين على البلد أهم شيء بالموضوع أنه من أول يوم لآخر يوم بعد ما غيرت ولا شيء بمبادئها ولا بمواقفها بتمنى لك كل التوفيق وبقول لك يا أمل أن إحنا كتير بنحبك فريق سيفنتين بتمنى لك كل التوفيق ونحن حدك عن عطول علاقتي مع أمل بترجع لسنين كثير كتير لورا شي عشرة خمسة سنة مينيموم باختصار ما في رصيف ما قعدنا عليه سواء انا أمال نضال طويل من زمان نفس القضايا نفس الايمان نفس الرؤيه بدي احكي عندها كثير ايجابيات بدي احكي عن الايجابيات الناقصه بكل من يتعاطى الشان العام عندنا بلبنان اول شيء الصدق ما بتكذب بالقليله مره ما بتكذب بتقولها مثل ما هي عندها صدق وشفافية كثير قوية بعدين عندها شق إنساني كثير مهم وهيدا بالمرة مش موجود عند المسؤولين عنا بتمنى كتير كثير شجاعة وكثير صبر وكثير قوة لأنها كاميكاز مثل ما نحن كنا كاميكاز بال 2018 كل اللي نازلين ضد هاي السلطة القاتلة المارقة والفاسدة والمجرمة كاميكاز بقى لازم يضل في مداوره بتمنى لها طبعا اكيد التوفيق بس اكثر شيء أه الله يحميهم وينصرنا كلنا رجعنا معكم بالقسم الثاني من برنامجك اولا تنستعرض برنامج امل ابو فرحات مبارك امل برجع بتشكرك على استضافتك لنا اهلا وسهلا حكينا كل شيء حكينا ثوره حكينا عن طفولتك شفنا ريبورتاجي هلا اجى دور البرنامج اللي بدك تقنعي الناخب ينتخبك عن مقعد بعبده بالانتخابات النيابيه بال2022 شوف تقليلنا شوي عن برنامجك هو انا كنيبي آه، طبعا آه، مع الـ الـ الاسامي اللي بدنا نترشح كلنا سوا بعبده رح يكون عندنا برنامج متكامل عن كل القضايا الحياتيه <applause> اهم شيء يلي نحن عايشينها هلا والمصاعب كلها بس انا شخصيا عامله برنامج تربوي لانه بالنسبه لي وطبعا هذا الشيء اكتسبته هذا شغلك من... بنتيجه حضرتك استاذه بالانديو انا بالال اي معلم الماستر ديجري اتش ار هيومن موارد بشريه بالال يو وثانيا موارد بشريه كنصل... مستشاره موارد بشريه بس انا بدي هالتلميذ يلي عم يطلعوا ثانويه بعدين يفوتوا عالجامعة الجامعه مفكرين انه اذا كان هو عم يعمل ميكانيسيان معناتها ما بيسوى ولا عم يعمل فنان معناتها اقل مستوى يفهموا انه هيدا اهم بكثير من المهندس طبعا. ومن المحامي ومن الطبيب من الطبيب ومن من من آه اذا منحدث بنحدث برنامجي مبني على تحديث البرن... المنهج التربوي لانه طبعا داخله بالتاريخ كمان يعني <applause> لانه عم يدرسوا شو ما كان عم يبلعوا شو ما كان بهيدا الوقت الضائع يلي يعني عم يبلعوا فيه شو ما كان ويقدموا وإذا ما أخدوا علامة جيدة بيسقطوا فيهم يتخصصوا والتخصص بيجي من قبل الثانوية يعني من قبل الخمسة عشر يعني بقدر افهم منك عم تعملي ابديت يلي يعني انت بدك تعلميه ينفذوه بالحياه لانه عاده مية. اللي بناخذه بالمدارس بالجامعات ما بننفذه بالحياه اكزاكتلي 100% هيدا عم تعطيهم شغلات تيطبقوها بالحياه طبعا شغله كثير مهمه وبدي لحتى نوصل لمستوى انه الدوله اللبنانيه تعترف انه هالشهاده التقنيه ان كانت مبنيه على فن ولا على تكنيك ميكانيك الكتريك وكل ال 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 التوجهات التقنيه إلا قيمتها متلا متل حيالله شادي يعني تحط من اه انفستيسمون تبع الدولة بهالمؤسسات والمعاهد وتحدثها لأن في اشياء محددة أنت عارف إذا بدك تجيب سنجري على بيت تصلح مي بأمريكا ولا بكندا ولا بأستراليا قد بكلفك؟ أوف كثير عظيم طب ليه بلبنان لا؟ ليه؟ لانه نحن عندنا السنجري بالنسبه لهم الشغلة اللي ما عنده شغل اي مثلا او انا كسلان بروح على التقني مزبوط انه ليه هيك ما مش مزبوطه مش مزبوطه صح. دونك هيدا له قيمته وحاجات المجتمع له مثله مثل الطبيب صح مثل المهندس مثل أه... المحامي او هات اهم 100% بالمي. المنهج التربوي بس يظهر قيمه هالاختصاصات بيصير عندك اول شيء مجلة عمل اكثر تاني شيء انا اذا جيت عم بوظف عم بعمل مقابله لوظف ما بيجي بتفلسف عليه بيجي بشوف اختصاصه شو بيعرف قد عنده قدرات و... و... ومهارات باختصاصه مم. مش ابن مين و... ومين بيتك واي زعيم و... طبعا انا هيدول كلهم ما بشتغلون أكيد طبعا. انا اشتغلت بكذا شركه مسؤوله عن توظيف قبل ما يكون عندي شركتي الخاصه لإلي آه، كنت كب الكلاسر الفي اي بي بالخزانه ما مم. تعطى يبعثوا طبعا كلهم يعني كبوا بالخزانه وحط اذا مجبوره بحدا ليس على مسؤوليتي مم. لانه انا ما بوظف حدا لانه ابن فلان وعليتين انا بوظف حدا عنده مهارة مطلوبة للوظيفة نقطة السطح كيف برأيك فيك تنجحي بي... بهذا الأسلوب لأنه كل اللبنانية إجمالا ربينا على الواسطة صح. ربينا على الإقطاعية يعني في عنا نحن نفسية إقطاعية الشعب بعد ما طلع منا مية بالمية المحامي والمهندس والحكيم هن الوحيدين عندهم بوست بالمجتمع والباقي كلهم على جنب مش مزبوط إيه بس هيدي بدها وقت ل... بدا كتير وقت مش بدا إن هيك بدنا نبلش بدها إعادة التأهيل؟ مش إن هيك بلشت بالمنهج التربوي ما أنت عم بتأسس هالشباب والصبايا تهني يبلشوا يغيروا معتقدات المجتمع شو اقطاع ليش انت مين فكر حالك حتى بتقدر توظفني ولا ما فيك توظفني انا بفتخر انه من اول ما خلصت صحافي دراستي لتاريخ اليوم ولا مرة اتصل بحدا ليوظفني انا قدمت مثلي مثل اي حدا تاني على انونس بالجريدة وكتر خير الله انه اعمل مقابلاتي على, على الانونس وفوت بلي الشغل يعني يمكن إلي حظ يمكن عندي ما بعرف بس حمد الله إنو أنه ما اعتزت حدا وحتى لو كان بمحلات رح أعتز ما كان بدي فوت يعني مش لأنه أنا أحسن من حدا انتبهي مسواجي كل إنسان بشطارته مش إن هيك أنا ضد الكوتا الشاطر بشطارته سيدي رجل ولد طفل شو ما كان الشاطر بشطارته هيك منبني وطن ما فينا بقى نتكل على الإقطاع والجهل هيدا اسمه جهل الاقطاع اسمه جهل تتصور لو عندنا دولة مدنية ما كنا قطعنا هالمرحلة كلها أكيد كان في شيء اسمه كوتا ما كان في شيء كان أكيد كان الشخص المناسب بالمكان المناسب 100% بس يكون في عندك قانون مدني بتمشي على القانون صح لا فلان ولا عليتين ولا واسطة ما بعرف مين ولا رئيس تبع ما بعرف أي شيخ كل هيدا يعني مش موجود ما هن ليه رافضين يكون عندنا دولة مدنية لأنه بيروح دور رجل دين صح والشيخ والاقطاعي والبيك وال يعني ببطل عندهم دور خلص مثلهم مثل غيرهم وبيحكوك بال آ... المثاليات. المثاليات. لا معلش يعني ما تضحكوا علينا في نخب بلبنان فهمانه انه انتم ناس فاسدين نقطع سطر يعني لحتى انه ما شفنا رجال الدين بهالازمه القاسيه على لبنان عملوا شيء او نفعوا شعبهم او 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 ساعدوا أنا انا تلميذه مدرسه يعني اهلي حطوني بمدرسه كاثوليكيه آ... كنا ندفع مثلنا مثل اي حدا تاني القسط يعني حتى 20% ما كان في نحن خمسه كنا عم نتعلم بمدرسه خاصه 20% ما كان في خصم هيدا كاثوليكي ايه طب اذا كيف كان لو كان تلاقيك طب انه معليش يعني ما اجينا شيء من حدا مع انه بال1914 البطرك لحويك وقت كان هو كان البطرك فبيع صليب الذهب تيطعمي طيب ناس مش كلهم البطرك لحويك للحقيقه مش كل البطاركه اللي مرقوا بطرك حويك عندك نقمة على رجال الدين؟ أكيد مية بالمية أنا عندي نقمة على كل العالم يلي بالسلطة وما عملوا شيء للع... للمواطنين م -م. عندي نقمة كبيرة في كتير ناس من الصور قالوا بدهم يطلعوا لعند البترك يروحوا عند فلان ليه؟ ليه أنت مين؟ هو رجل سياسي ما عم يعمل شيء كيف رجل دين؟ مع انه الثوره انوجدت هي ضد ضد ال... ضد رجال الدين كمان ايه ما بعرف ليه كانوا يطلعوا لعندهم صراحه ما ما لقيت سبب يعني مزهور. مش مهم بس انا خلينا نكمل بس برنامجك دونك euh, euh, تحديث البرامج التربويه لا تتماشى مع العصر نحن بال 2022 يعني بتقول الو على كندا بدنا نستكي دونك بس هذا متل يعني توجيه الشباب اللبناني نحو المهارات التقنيه اللي كنا عم نحكي عنها واعطاء الاولويه بالتعليم السنوي والجامعي م. بعدين الغاء وتعديل مواد الحشو والحفظ هيدا شو هيدا مثلا باك فرنسي ليه ليه باك فرنسي ليه استوار جيو دو لا فرانس أنا شو اللي علي هيدي ثقافة بترشحي أكثر يكون سيستم أمريكا أكثر؟ ولا أمريكان ولا فرنسي، سيستم لبناني نحن بنخترعه ونحن بنركبه وبنحطه ليتماشى مع العصر، هيدا تابع للدولة المدنية، هيدا المنهج التربوي تبع الدولة المدنية فيني أفهم من, من حكيك إنه تاريخ لبنان هلأ ما قالوا عازل نرجع ندرسه هلأ مثلا الأمير بشير والأمير فخر الدين بلا بس وقف تاريخ لبنان، بدك نسأل ولادي على أي سنة؟ أي. ما بقى يحكوا من بعض عليه بيخافوا من بعض، كل واحد فتح تاريخ عصابه وشو رأيك لو انكتب كتب تاريخ عن الحروب اللي صارت هلا من تسعة 89 لازم ينكتب من خمسة 75 لل لل بدنا نكمل، دسلين. وقف وقف التاريخ كتاب التاريخ بالاستقلال، لا لا بدنا نكمل برأيك لازم نتعلم لازم نتعلم انتبه هلا في ناس بيسترجوا اذا ما اغتالوهم بس تنوصل على الدولة المدنية يعني أنا مستعدة ساهم ما عندي مشكلة بكتابة التاريخ أنا عشت التاريخ بتفاصيله تبع ما برأيك إنه ممكن التاريخ إذا انكتب الحالة يكون محيز مثلاً؟ ليه بده يكون محيز؟ إذا رجال متخصصين بالتاريخ مش تبعين لفلان وعليتين والبيك والشيخ وهاي، ليه ليه بده يكون محيز؟ هيدا عشناه هذا واقع، بسردوا أنا وحدا بيكتبوا بلغة مظبوطة إيه ألا؟ مم. يعني أنا عشته صح بعد لك إيه بقول لك إيه عن حافظته عن غايب يعني بقى دونك. بعدين مش تربيه مدنيه تربيه وطنيه ضروري هالماده تكون موجوده صح. من هو وصغير مش بقول كلنا الوطن عم في علم وباندانا لا لانه الوطن اسمه لبنان من هون لهون من اقصى الشمال لاقصى الجنوب من اقصى البحر لاقصى البقاع لا تربيه وطنيه للاسف لانه من بيتربوا الجيل الجديد انه يحبوا زعيمهم ما يحبوا وطنهم للاسف هيدي بتعالجيها ببرنامجك اكيد عم أقول تربية وطنية يعني مين هني أنا بالنسبة لي مش محسوبين، أهم نقطة ببرنامجي الأكاديمي التربوي هي تنشئة وطنية محصورة فقط بالمواطنة بغض النظر عن طوائف والمذاهب والمناطق. مم. يعني ابن الباب يتعلم نفس المنهج الوطني اللي يتعلمه ابن كسروان ولا جبال ولا وات وفي نقطة كتير مهمة هي لتنفيذ هالمشروع استحداث قسم التوجيه والإرشاد أورينتيشن في وزارة التربية لتحضير الطلاب قبل المرحلة الجامعية والسنوية للتخصص يعني أنا ما بدي أوصل على البروفي لبلش لا أسأل لابني أبني شو عبالك تعمل ماما لا أنا بدي أشوف شو عنده مهارات وطور له إياها بوسائل موجودة أعطيتني إياها دولتي أه أه شو بيقولوا لهم يعني مدارس متخصصة ان كان بالميكانيك او بالفن او مدرسه مهم. مش جامعه مهم. ضروري يتحضر يتحضر قبل لان خلص وقت يوصل على سنوي والجامعه بلش تخصص بلش يبدع يعني بلش يبين ابداعه مش بنطر بتعلم ثلاث كلمات وبسمعهم لا انا هيك ربيت اولادي انا شفت هن شو بدهم يعملوا وجهتهم طبعا اشتغلت لحالي بلا المدرسه المدرسه ساعدتني لان كانوا بمدرسه ليك وهيك صار هيدا برنامجك نعم آه نحن بعد وصلنا تقريبا لنهايه البرنامج بس في عندي شغله قبل في عندنا كارت الضيف يعني رح اطرح عليكي اسامي باختصار بكلمه او بكلمتين بتقولي شو انطباعك عنه بس نتوقف قبل مع الاعلان ونرجع نتابع مع امل ابو فرحات نرجع معكم لاخر فقره من برنامجك اولا مع امل ابو فرحات وكارت الضيف، كارت الضيف رح سميلا اسامي بتعطيني باختصار عنن شو قدموا ايجابيه للبنان او شو قدموا سيئات. اما رح نبلش معك باول اسم. الرئيس ميشيل عون. غير وجه لبنان. سعد الحريري. يشفق قلبي عليه. رفيق الحريري كمان غير وجه لبنان انا ما بدي الصوره اللي عطاها رفيق الحريري للبنان لا سروق وطعمي لا نبيه. اكيد لا نبيه بري ما بعرف كثير كثير كبيرة الكلمه اللي بدي اقولها بس يعني من شهر. تقريبا عم تشوف شيء كله سيئات ما في ايجابيات عطوا للبنان لا. لا لا ولا واحد من. هيدول الناس لا ما عطوا ايجابيات حسن نصر الله ايلا ايتي مانيبيلي ما بارك في الاولى يعني اندار يمكن وقت نشي نشاته كان عنده شيء وبعدين انجبر يندار لانه مستسلم لبلد ثاني برات لبنان تعتبريه عميل لا مش عميل بس أه طول عم تستعملوا ايران بلبنان اداه عم تستعملوا ايران بلبنان مش عميل لا مش العميل كلمه كبيره ما بعرف كيف بيستعملوها هيك يعني عميل وعم شو عميل يعني عميل عدو لا حسن نصر الله اللبناني بس استعمل اداه بيد ايران نقطه على السطر خلصنا يعني هلا واضحه الصوره بالنسبه لي بس تسمى خيانه يعني. اكيد وليد جملاط الور لا مانيبيلاتور ما بعرف شو بالعربي يعني هو اللي بيدير كل شيء بفكروا انه نبيه بري بيدير وليد جملات مانيبيلاتور ما في شيء بوزيتيف عليه؟ لا 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 أبدا؟ كل هدول الجامعات ما فيهم شيء بوزيتيف بالنسبه لي كلهم يعني كلهم مصره سمير جعجع مجرم مجرم حرب بس هو بوقت معين كان عم بيدافع عن المجتمع المسيحي هيك فكر حاله عم بيدافع، انا بالنسبه لي ما كان عم بيدافع برايك لو ما كان موجود سمير جعجع ما كنا نحن فرقنا لبنان وفلينا؟ مش مزبوط انا بعدي بلبنان وهو فات على الحبس ما صار شيء فات ظلم ولا لا برايك؟ ليك ما بعرف اذا ظلم بس هجر كثير شباب كانوا معه وما قادرين يرجعوا وبعرف كثير بشير الجميل متواضع قائد متواضع بيقول انا غلطان وبدي صلح وبدي اعمل وطن الله يرحمه وين غلط بشير الجميل؟ بس تعامل مع اسرائيل ضد اولاد بلده اكيد انا بالنسبه لي اسرائيل عدوي هيدا شيء ما يعني ما في بحث معي فيه برايك انت مع المقوله اللي بيقولوها حزب الله انه وصل رئيس جمهوريه على الدبابه الاسرائيليه؟ لا بيقولوا شو ما يقولوا اخر همّة لا ما بصير رئيس جمهورية على الدبابة الإسرائيلية غلطانين كثير ميشيل سليمان اه بينو دور ان سان سافور ماشي برأيك ما عمل شيء للبنان؟ لا 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 ماشي صورة صورة ريمو قدي امم بس ما كان جريء هيدا رجل وطني بس شو كان عم يعملوا فرنسا شو بيعمل لي يعني هو بفرنسا؟ بتعتبريه هرب اللبناني؟ مش هرب، ما عرف فرض نفسه. يعني كان بيقدر يفرض، بيقدر يفرض نفسه. بس ما تركوا هون. ايه، هددوا و... بعرف، بس كان بيقدر يكون محاولة اغتياله وكذا ايه، ما يعمل. كلهم حاولوا يغتالوه، هني هن كلهم يا حرام. آه آه اللي زمت زمط بقدرش مكي, زمت مكي كلهم، انه كلهم بقول لك انا حاول يغتالني، شرف مكي لأنني طيب، بس ريمو قدي كان عنده شيء يعطي. ما كان لازم يكون بفرنسا هلا اكيد مهدد كان ما فيني لوم بس كان رجل دولي برايك لو بقي بلبنان ما كان عمل حرب لبنانيه كمان لا 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 مش ريمو قد اللي بيعمل حرب لا آه منطق ومنطق ريمو قد غير موضوع ما بيشبه شيء من اللي شايفينه هلا مثله مثل البار مخيبر الله يرحمه مثل رجالات الدولة قراب من بعض يعني هيدول رجالات دولي بدهم يحاوروا بدون يلموا مش يفرقوا يفرق يعني يعمل حرب وميليشيا هيدول بدهم يلموا طبعا كل واحد عنده راي وهيدا شيء طبيعي كارلوس قد مش قريب لريمو اكيد لا ما قالوا عليه في بس بالعائله كمال جملات كمان إلى اي تي بس ما في شك انه يعني سينتات كمال جملات ما فيك ما يعجبك شو تقرا له هلا انا ما كنت عيامه يعني بس تنفيذ على الارض انه ايه بضحك يعني ليك شو طلع وليد جملات وراء انه ولاو بتحسي معقول هيك شخص يطلع هيك شخص وراء بتحسي سياسته غير سياسه وليد جملات؟ اكيد ولو انه انا بقرا وعم صحافي كمال جملات فيلسوف ما له علاقه بابنه لا 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 بالغلط صار ابنه يعني لا صار مسؤول سياسي ابنه لانه ابنه كله اقطاع يعني برايك مين اغتالوا يا كمال اه ما بعرف بس مثل ما متابعه سورية اكيد لانه هذا شيء يعني بيمحيون عن وجه الارض كل انسان عنده طول سلاح مهدد من انسان مثقف او اونات بده يغتالوا مثل ما مات لقمان سليم موسى الصدر يا ريت اليوم موسى الصدر موجود شو كان صار؟ هيدا هو الموديل الشيعي يلي انا بالنسبه لي هيك بيكونوا الشيعة ونقطة على السطر غير هيك ما في في كتير ناس بيشبهوا موسى صدر ما بيقدروا يحكوا الله يرحمه أكيد لأنه غتيل منه فيه يعني أه الله يرحمه لأنه كان رجل دولي ما كان شيخ كان حصل نصر الله بيشبهه أبداً ولا بشي لا 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 غير شي مع كارت الضيف نحن بننهي حلقتنا ميرسي لك على جرأتك ثانك يو امل اكيد البرلمان هو بحاجه لاشخاص مثلك يقولوا <applause> كلمتهم على راس السطح نحن آه، اسره تي في 17 وانا شخصيا بتمنى لك التوفيق و... <applause> و... ونحن معك رح نغطي لك الأخباريك ورح نواكب هالعمليه الانتخابيه وبتمنى لك التوفيق مرسي واجي أه اخر كلمه بتحبي تقوليها تاتو <applause> في عندك تاتو بدنا نقول شو فزبط. هو ابكي إيه ولكن لا تستسلمي تفصيلنا اياها عم بتوجه لكل مرة او طفله عم تخلق بهيدا البلد الذكوري ابكي بس اوعى تستسلمي اكيد رح نبكي كتير رح نبكي وبعدين لكل مواطن وبتمنى على كل سيده حاسه انه عندها شيء تعطيه للوطن تتقدم تترشح ما في شيء بيخوف ما في حدا بيخوف الا اذا كان تابع اذا كان تابع لحزب على حزب تتكل على حزب ما راح يوصل له محل وخلصت وهيك نحن بننهي حلقتنا مع امل ابو فرحات مبارك على امل اللقاء بحلقه ثانيه وشكرا لكم صرتوا معنا الى اللقاء